عليكم اخواتي، جمعه مباركه الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتو ان شاء الله مرحبا بالجميع معايا، مرحبا بالناس الجداد اللي تحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. كنتمنى القناه تعجبكم وكنتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتعليق، ومرحبا بالناس الجداد والقدام، مرحبا بالجميع معايا. اليوم غنشارك معكم الروتين ديالي الصباحي ديال الصباح ديال الجمعه، بعد ما جمع الدار يعني جميعه خفيفه دغيا صافي رجعت كنغسل دابا في المعينات وغنمر باش نوجد معكم الغداء الكسكسو. ودابا حبيباتي نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما كتشوفوا معايا كنغسل في المعينات، اكيد بعد ما فطرنا وجمع الدار جميعه خفيفه الصباح ديال الجمعه كنحاول انني ما نكثرش عليا الشغل، باش كيبقى ليا الوقت شويه كنقرا شويه ديال القران وشويه للغدا، هكا الوقيته كتبقى ليا للغدا، يعني ما كيخصناش نبقاو نخملو ونشقاو بزاف هكا الصباح ديال الجمعه. الصباح ديال الجمعه خاص بالقراءه ديال القران والصلاه، واكيد كنوجدوا الغديوه ديالنا بالكسكسو للوليدات ضروري، كل نهار ديال الجمعه كنوجد الكسكسو. فانا كنتشارك معكم روتيني، فاحنا ولينا كنحشموا اننا نقولوا روتين، يعني اليوميات ديالي، يعني كيفاش كنقضي الاشغال ديال الدار ديالي او ديال المنزل ديالي وصافي، يعني روتين محترم. يعني حنا كنحاولوا نحفزوا بعضياتنا للشقا، يعني ملي كنشوفوا هكذا شي فيديو فاحنا كنتحمسوا وكنوضوا حتى حنايا كنسقاو وكنقضيو شغالنا بكل نشاط وبكل حيويه. وهذا هو اخواتي، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، مرحبا والف مرحبا، انا فرحانه بكم. كنتمنى ان شاء الله القناه تكبر بكم اخواتي، ودعموني وتساندوني حتى نوصل فهذه قناتكم كيف ما هي قناتي. وكيف ما كتشوفوا معايا هاني كنكمل التنظيف، كيف ما كتشوفوا معايا هاني كنغسل لابافو كنسيتو باش كيبقى نظيف. وكنتمنى اخواتي نكون عند حسن الظن ديالكم وتستافدوا معايا ولو بالقليل. ودابا على بركه الله غنمر معكم ان شاء الله باش نحضروا الغديوه ديالنا. بصراحه الكسكسو بالسميده كيجي بنين ومعلك، غير بقاو معايا تابعوا جميع المراحل. ودابا اخواتي عندي هنايا الدجاج على حسب عدد افراد الاسره، صافي ونضيف زيت نباتيه. ودابا اخواتي عندي جوج بصيلات خضاريين انا كنقطع فيهم، واكيد عندي الخضيره اللي انا منقياها، القريعه خضراء والقريعه الحمراء وخيزو والفوته والربيع، وعندي الحمص اللي انا مفزقاه ليله كامله، وجوج مطيشات محكوكين محيده لهم الزريعه. صافي كنضيف البصله ونوضع البرمه فوق النار. عندي هنايا الابزار غنضيف ملعقه صغيره ديال الابزار، والملح كيبقى دائما على حسب الذوق، غنضيف شويه الملح، واكيد الدجاج ديالي كيكون مغسول مزيان بالملح والحامض، ونقصت منه الجلده، المهم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. وغنضيف الخرقوم جوج معالق صغار، واحد المصيص ديال الضويمه ديال الزعفران غنضيفها، غنضيف غير المصيص ديال الضويمه ديال الزعفران، غنضيف الزنجبيل سكينجبير، غنضيف جوج معالق صغار لي صغارين بزاف، وغنضيف واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، كتعجبني القرفه واخا دجاج مع الكسكسو كتعجبني القرفه، وكتبقى على حسب الرغبه ديالكم، صراحه كيجي الكسكسو لذيذ. اكيد الكسكسو ديال السميده، وغنحرك الدجاج ديالي باش يتسحر واحد الشويه عاد نمرق. ودابا اخواتي غنضيف جوج حبات ديال المطيشه اللي انا حكاهم، وغنشلل بهاد الميه ديال الحمص، فانا كنضيفو بالميه ديالو باش كيحتفظ على جميع لي فيتامين. صافي وغنضيف الفوته وشويه ديال المكور، وغنضيف خيزو، ونضيف هاد الحزيمه ديال القزبر ومعدنوس، صافي ونمرق
ونخلي الكل اللي يطيب. ودابا حبيباتي عندي السميده الغليظه ديال الكسكسو صافي، وعندي كاس ديال الماء من الروبيني وغنبدا نرش ونبدا نكسكسها باش نحيد كاع دوك التكتلات وتشرب ليا داك الشويه ديال الماء. ودابا اخواتي صافي، ما بقاوش التكتلات في السميده ديالي كيف ما كتشوفوا. دابا غنضيف الزيت النباتيه جهد واحد المعلقه ونص، معلقه كبيره ونص صافي. وغنبسبسها مزيان بهذا الزيت، ندخل فيها مزيان الزيت. صافي دابا جبت الكسكاس وغنعمرو باش نوضعو يفور، فانا كنخليه حتى كتبدا تطلع فيه داك البخار ونخليه كيفور واحد ربع ساعه صافي، عاد كنحيدو وكتسمى فوره وحده. فغير تبعوا جميع المراحل اخواتي، بصراحه راه كيجي زوين بزاف، ما كيتعجنش وكيجي بنين. ودابا اخواتي وضعت الكسكسو يفور كيف ما كتشوفوا معايا، وضعت هاد البلاستيكه كنقفل بها باش كيبقى داك البخار ما كيخرجش باش كيفور لينا دغيا. وشكون فيكم بحالي كتبغي النهار ديال الجمعه انها تعطر المنزل ديالها؟ كيعجبني انني نشعل الند ويكون هكا شي ند ريحته زوينه بحال هذا. بصراحه انا موالفه دائما كنشعلو وكيعطيني ريحه زوينه في الدار. فيوم الجمعه عيد المؤمنين، فالواجب علينا اننا نتطهروا نتنقاو ونلبسوا حوايج نقيين ونقدوا حالتنا، واكيد نصلي ونقراو القران، يعني نديروا اي حاجه ترضينا وترضي الله سبحانه وتعالى. صافي انا شعلت الند ديالي، ودابا حبيباتي بعد ما فر الفوره الاولى صافي هاني فرغته في القصعه. ونبدا نرش بالماء، ماء بارد على حسب الحاجه، ما تكثروش الماء حتى تصدقوا معجنينها، غير بالقياس صافي. كنحيد المعلقه وكنخدم بيديه باش نحيد جميع التكتلات، فانا كنكسكسو كيف ما كتلاحظوا معايا، واكيد مع اضافه الماء على حسب الحاجه. وغنزيد الماء صافي، نخدمو مزيان نحيد منه التكتلات. كيف ما كتشوفوا معايا نخليه يتشرب، هو كيجي حبه على اختها. ودابا حبيباتي كيف ما كتشوفوا معايا صافي السميده تشربات، كيف ما كتلاحظوا ما كتجيش معجنه صافي. غنبدا نعمرها في الكسكاس باش نردها باش تفور الفوره الثانيه. ودابا اخواتي بعد ما فر الكسكسو ديال السميده ديالي الفوره الثانيه، دابا غنضيف الخضيره في البرمه، غنضيف القرعه حمراء مع القرعه خضراء دابا. ونضيف عليهم شويه ديال الملحه، كتبقى الملحه على حسب الذوق صافي. دابا نفرغ الكسكسو ديال السميده ديالي، وعندي الماء بارد، ونبدا نرش الكسكسو ونبدا نحلو بشي معلقه، مكنقدرش على السخونه بزاف بصراحه، كيجي زوين بزاف وما كيتعجنش، غير جربوه وشوفوا كيفاش كيتحل بكل سهوله. وجبت عاوتاني الماء صافي، نحيد المعلقه ونبدا نخدم بيديا،
كيف ما كتشوفوا كيجي رائع، والبنة ما نقول لكمش. فانا تقريبا ضفت جوج ديال الكؤوس ديال العنبه، صراحة ما كيتعجنش نهائيا. واخا كتبان لكم هكا شي تكويره، غير كنقيسها بيديا كتحل، يعني راه ما معجنش. فاللي ما كتنجح لهاش السميده الغليظه في الكسكسو غير تبع هاد المراحل اللي عطيتكم، ان شاء الله غتبقى تنجح معاها. ودابا نضيف الملح على حسب الذوق مع شويه الماء، صافي. ونحرك الكسكسو ديال السميده ديالي مزيان باش يتملح ونخليه يتشرب. ودابا حبيباتي صافي الكسكسو ديال السميده ديالي ها هو تشرب كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غنبدا نعمرو في الكسكاس. صراحة راه كتجي حبة على اختها. صافي دابا غنفوروه الفورة الثالثة، كيف ما قلت لكم كل فورة غير كتبدا تطلع فيه داك البخار، وكنخليها ربع ساعة صافي وكنحيدها. ودابا بعد ما فر الفورة الثالثة او الاخيرة صافي غنقادو باش نسقيه. كيف ما كتشوفوا معايا بصراحه الكسكسو ديال السميده كيجي غزال، والبنة ما نقول لكمش بصراحه كيجي بنين بزاف وصحي. صافي كنقاد فيه مزيان، ودابا غنبدا نسقيه. والمريقه عاقده كيف ما كتلاحظوا معايا بصراحه كتجي بنينه. ودابا غنقاد الخضيره. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال القزعه ديال الكسكسو ديالي، بصراحه كتجي لذيذه ما شهيتكم فيها. ودابا كنقول لكم تهلاو في ريوسكم وفي الصحيحه ديالكم الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.